جدد على عرض جديد، واحد من يعني همزة ديال بصح جبناها لكم، عرض ممتاز بالنسبة للناس اللي بغوا يديروا الزيتون، يديروا الخروب، يديروا تربية الماشية، فعرض ممتاز جدا، عرض قطارات ونص بواحد الثمن يعني ثمن جد 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 مناسب اللي ما كانش هناك يعني. يعني هذه موصلة تل فوق هنا في الجبل، هنا فوق هنا هي هذه، هي هذه الأرض فيها واحد الكوري، الكوري هذا هو الكوري اللي فيها الأرض، هي هذه شدنا على الزيتون، الزيتون داخل فيها أربعة قطارات ونص بواحد الثمن جد جد مشجع يا متابعينا الكرام، ما شاء الله واحد يعني. ومنطقة مائية، كاين الماء، كاين الماء، كاين الضوء، هاد التفنة ديالها، هاد التفنة هي اللي قسمها كما كتشاهدوا، يعني صراحة موقع ممتاز جدا يا متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا، كما كتشاهدوا متابعينا الكرام هي هذه، أربعة قطارات ونص، كاين هذا جزء منها، وكاين واحد الجهة أخرى قسمهم قسمها التفنة، هذه التفنة طريق عمومية دايزة هنا، الضوء كاين كما كتشاهدوا. الضو كاين، هالضو كاين، صالحة لتربية الماشية، الزيتون، الخروب، اللوز، فصراحة ممتازة جدا، والثمن ديالها جد مناسب يا متابعينا الكرام، فمرحبا بكم متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا هذه هذه التفنة ديالها، والجهة الأخرى، الجزء الثاني اللي فيها جوج ديال لي بارسيل، الجزء الثاني هو هذا، هو هذا، هذا هو الجزء الثاني، يعني هو هذا، 4 قطارات ونص، الثمن ديال 86 مليون كاملة. فصراحة وفيها البير، فيها الضوء، الماء، التفنة ديالها كاينة، يعني صراحة فرصة عقارية لا تعوض يا متابعي الوكالة العقارية تيسير، 4 قطارات ونص في إقليم الحاجب، فاللي بغى يزورها يتواصل معنا وألف مرحبا به، همزة ديال بصح يا متابعينا الكرام كما كتشاهدوا، 4 قطارات ونص فيها الكوري والبير والضوء والطريق قريبة الكودرون تقريبا بواحد 400 متر، فهذه فرصة لا تعوض يا متابعينا الكرام. كتشاهدوا اياه يعني صالحه تربيه الماشيه، اللوز، اللي كان للمشاريع الفلاحيه، فالف مرحبا بكم متابعينا الكرام، ودائما العروض متواصله والهموز دائما على قناتكم التيسير، القناه المتخصصه في التسويق العقاري وكذلك في اقتراح عروض عقاريه لكم يا متابعينا الكرام، كنشكركم على التتبع ديالكم وعلى الوفاء ديالكم، واحد الطبيعه هنا ما شاء الله رائعه جدا كما كتشاهدوا، منطقة رائعة، إقليم الحاجب، إقليم الحاجب ضواحي مكناس، فأربعة قطارات ونصف بثمن يعني ب 86 مليون، فيها الكوري، فيها البير، فيها الضو، كاين طريق قريبة الكودرون تقريبا بواحد 300 متر ولا قل كاع، فألف مرحبا بكم متابعينا الكرام، وهذا هذا الجزء الأول، هذه فيها مقسوم على جوج، فيها الجهة، هذه الجهة، وكاين هاد تشوفنا، وكاين القسم، كاين الجزء الثاني. فالف مرحبا بكم، اللي بغى يزور، اللي بغى الوكاله العقاريه يتواصل معها 0676 96 48 84، الف مرحبا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناه تيسير، هذا هو الكوري اللي في هذه الارض، في هذه الهمزه، كوري ما شاء الله كبير، دير فيه الغنم، دير فيه البقر، دير فيه اللي بغيتي، فما شاء الله يعني في همزه جبنا لكم همزه يا متابعي قناه تيسير، فالهموز دائما كوري ما شاء الله كبير، والضو كاين، الضو كاين هنا، شفتوا الضو، يعني كوري كبير ما شاء الله، الباب ديالو كما كتشاهدوا ها الكونتور ديال الضو كلشي كاين، فهمزه همزه ديال بصح يا متابعينا الكرام، فصراحه فرصه عقليه، ها الضو، ها المكانه ديال الضو، ها الكوري، ها الارض، اربعه قطارات ونص في هذه الجهه وفي هذه لابارتي كذلك، هذه لابارتي هنا، فبثمن ديال 86 مليون، فهذه الهمزه يا متابعينا الكرام، فالف مرحبا، ها الكوتاكوت ديال الكوتاكوت كيبان لكم هنا، ديال الكوتاكوت كيبان، شفتوه ها هو كيبان هنا ديال الكوتاكوت، فالف مرحبا بكم متابعينا الكرام، واللي بغى يتواصل معنا الف مرحبا بكم، العروض دائما على قناتكم التيسير، دائما كيجيبوا لكم العروض في يعني العروض متميزه جدا كما كتشاهدوا، التربه خصبه ممتازه جدا يا متابعينا الكرام كما كتشاهدوا، فالف مرحبا بكم، اذا اللي بغى هذا العرض العقاري يتواصل معنا والف بكم، فالف مرحبا بكم متابعينا الكرام، دائما عروض متواصله، اذا الى عرض عقاري جديد بحول الله وقوته، نتمنى لكم كل الخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.